أستاذ عدي، السيد يوسف قناوي محافظ النجف الأشرف ما صار هواية من استلم محافظة النجف، يعني ما صار لخمسة أشهر. فبالتالي مشكلة الكهرباء مو مشكلة آنية، صار لها سنين متراكمة وطويلة. فمو من إنصاف اليوم أنا أجي أحمل السيد يوسف قناوي مشكلة الكهرباء في محافظة النجف. هذا واحد. الاعتداءات الأخيرة والاعتقالات اللي صارت في محافظة النجف أيضا الأخ يوسف قناوي لا يتحملها، على اعتبار أنه فوج مكافحة شغب النجف الأشرف ارتباطي ارتباط مباشر بحكومة الاتحاد بوزير الداخلية. مو من باب الدفاع عن السيد المحافظ، لكن تقول السيد المحافظ معني بتوفير الخدمات لمحافظة النجف، نعم معني بأن يكون خادما لأهل النجف، نعم ويتشرف أن يكون خادما ولا يتحدث ولا يتعامل مع أهل النجف بمعنى المسؤولية.